جه دلوقتي معايد اخبارنا المتنوعه واللي بدايتها من عند نجمنا محمد صلاح اللي بدا النهارده برنامجه التاهيلي في مركز تدريب ليفربول على امل الحاق بمعسكر المنتخب في الادوار النهائيه حال مواصله منتخبنا مسيرته في امم افريقيا. بيتواصل الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب مع اللاعب وطبيب ليفربول للوقوف على اخر التطورات بخصوص اصابه نجمنا اللي أبعدته عن المنتخب. وتوجه صلاح بعد مباراة الرأس الأخضر إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج هناك، وده بعد تأكد إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، كده يتأكد غياب صلاح. وبالمناسبة دي المرة الأولى اللي بيغيب فيها صلاح عن منتخب مصر في أمم أفريقيا بعد ما شارك في جميع مباريات النسخ الثلاثة اللي شارك فيها المنتخب من قبل كده في وجود لاعب ليفربول ونجم منتخبنا الوطني. بدأ النهاردة منتخب مصر الاستعداد لدور 16 في أمم أفريقيا والمقرر ليها يوم الحد اللي جاي، ومنتخبنا بينتظر وصيف المجموعة السادسة واللي بتضم المغرب وزامبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية. عشان كده فيتوريا حريص على متابعة مباريات المجموعة السادسة النهاردة لأنها تقام الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة خلال ساعات، والمغرب هيواجه زامبيا الساعة 10 وفي نفس التوقيت تنزانيا هتواجه الكونغو الديمقراطية. ري فيتوريا وجهازه المعاون حريصين طبعا على متابعة مباريات المجموعة علشان يتعرفوا أكتر على منافس مصر في دور الـ16. طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله يوم الحد اللي جاي أيا كان مين المنافس اللي هيكون أمامنا. أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم رحيل الفرنسي لويس جيسكي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن منصبه بعد النتائج السلبية والهزيمة أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 4-0 في ختام دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا. وأصدر الاتحاد الإيفواري بيانا رسميا النهاردة أعلن فيه إقالة المدير الفني من تدريب كوت ديفوار لويس جيسكي، وبختام مباريات المجموعة الأولى تواجد منتخب غينيا الاستوائية في صدارة الترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، تيجي نيجيريا في المركز الثاني بنفس الرصيد، بينما حل منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ولحد دلوقتي ما أعلنش موقفه أو مش عارفين موقفه إيه، في انتظار طبعا باقي نتائج المجموعات، لأن في الحالة دي ممكن يصعد مع أحسن توالت. اكتشفت تقارير صحفية جزائرية النهاردة أن جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قد تقدم باستقالته من القيادة الفنية لمنتخب بلاده بعدما ودع منافسات كأس الأمم الإفريقية. التقارير الصحفية بتقول أن استقالة بالماضي أخبر عنها اللاعبين في غرفة تغيير الملابس، وقال جمال بالماضي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة موريتانيا اللي خسرتها الجزائر بهدف نظيف أنه سيحسم مصيره بعد العودة للبلاد، مرجحا نهاية عهده على رأس المنتخب المغربي. ومن المقرر أن يعقد جمال بالماضي مؤتمر صحفي للإعلان عن استقالته رسميا خلال ساعات. ومن المفارقات الغريبة في وداع منتخب الجزائر أنه فشل في تحقيق الفوز في دور المجموعات وودع أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي بلا تحقيق أي فوز بالرغم من تتويجه بالبطولة في 2019. justement concédé beaucoup d'occasions je dirais ouais. النهارده تقريبا كل اخبار امم افريقيا متعلقه بالاقالات والاستقالات، والمره دي من مجموعه مصر. واعلن الاتحاد الغاني لكره القدم بشكل رسمي اقاله كريس هاتن من تدريب منتخب غانا بعد وداع امم افريقيا. وقرر الاتحاد الغاني اقاله المدير الفني كريس هاتن بعد فشله في تحقيق اي انتصار بالبطوله وودع المسابقة من دور المجموعات. منتخب غانا بدأ مشاره في البطولة بخسارة من الرأس الأخضر ثم تعادل مع منتخب مصر وأخيرا التعادل مع موزمبيق.
أعلن مدرب منتخب غامبيا توم ساندفيت استقالته من تدريب المنتخب الغامبي بعد الخسارة أمام الكاميرون ضمن منافسات أمم أفريقيا. وحسب منتخب الكاميرون تأهله لدور الـ16 بالفوز على منتخب غامبيا بنتيجة 3-2 امبارح، وده ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات. وقرر مدرب منتخب غامبيا استقالته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد مباراة الكاميرون، وعبر الاتحاد الغامبي عن شكره وتقديره وامتنانه إلى المدير الفني بعد الفترة اللي قضاها في القيادة الفنية للمنتخب. طيب المجموعة دي صعد منها منتخب السنغال متصدر في المركز الثاني، والكاميرون في المركز الثاني بيجي منتخب غينيا الثالث، وغامبيا ودعت البطولة. النهارده برضه عندنا عدد كبير من المباريات في مختلف المسابقات، واهمها 4 مواجهات ناريه في امم افريقيا في ختام الجوله الثالثه والاخيره من دور المجموعات بامم افريقيا. بطوله لكلها مفاجآت ومليئة بالإقالات والاستقالات. كمان عندنا مواجهة قوية في كاس ملك إسبانيا، ومواجهة مهمة في نصف نهائي كاس رابطة المحترفين الإنجليزية. تعالوا مع بعض نشوف ونتابع أبرز المباريات دي ونرجع مرة تانية.